بالنسبة للنشاط الثاني عندنا هنا من الأحسن أن نديفلوبي، يعني هذا أولا يعني نوضح مزيان هاد الإس لي إن. دونك غنشرو ناقص ثلاثة إن مع ناقص واحد، يعني غيعطينا ناقص ثلاثة إن ناقص سبعة. ثم بالنسبة لي يعني إس لي صفر كنعوضو صفر ب كنعوضو إن بصفر وكنلقاو ناقص سبعة. ثم إذا إس لي إن يساوي ناقص ثلاثة إن ناقص سبعة. إذا كنحسبو يعني إس لي إن زائد واحد كنعوضو إن بإن زائد واحد تنشرو تنلقاو ناقص ثلاثة إن ناقص عشرة. يعني باش تكون متتالية اللي هي يعني متتالية حسابية نديرو الفرق بين إس لي إن زائد واحد مع إس لي إن، يعني ناقص ثلاثة إن ناقص عشرة ناقص ناقص ثلاثة إن ناقص سبعة، يعني ويساوي ناقص ثلاثة إن زائد عشرة زائد ثلاثة إن زائد سبعة. يعني ناقص ثلاثة إن مع ثلاثة إن عددين متقابلين. ثم هنا هنا ناقص عفوا ناقص عشرة، ثم ناقص عشرة زائد سبعة تساوي ناقص ثلاثة. إذن لكل إن بارتي إن دونك إس لي إن فهي سويت اللي هي أريتميتيك أفيك هذا إغ يساوي ناقص ثلاثة. نعم هذا فيما يخص يعني السؤال الأول والسؤال الثاني في هذا الجزء ديال المتتالية الحسابية. ثم السؤال الثالث بغينا اش ناقص 2020 هو تيرم، دونك اش خاصنا غنديرو اس ل ان غنحلو المعادلة اس ل ان يساوي ناقص 2020 و اس ل ان هي ناقص ثلاثة ان ناقص سبعة يساوي ناقص 2020. حل المعادلة دونك ناقص ثلاثة ان يساوي ناقص 2020 زائد سبعة يعني يساوي ناقص ثلاثة ان، وناقص 2020 زائد سبعة فهو يساوي ناقص 2013. ثم ان يساوي ناقص 2013 على مدى على ناقص ثلاثة. ردوا البال هاد ناقص على ناقص يعني هاد ناقص غيمشي يكون بقى يعني راه ليس به عدد صحيح طبيعي ولكن غيمشي يعني زائد. ثم 2013 على ثلاثة يعني سيساوي 2013 مقسوم على ثلاثة سيساوي 671 و 671 عدد صحيح طبيعي. إذا ناقص 2020 أي لا دي تيرم دو إس لي إن. نعم فقط هادشي راه ولفنا يعني في جميع يعني الأنشطة ديال الإمتحانات اللي شفنا. ثم السؤال الرابع بالنسبة للسؤال الرابع نردو البال مزيان هنا. إذا عندنا إس صفر زائد إس لي واحد تال إس لي 671 خصنا نبينو بأن كيساوي ناقص 681 1072. إذا هذا غنردو هو إس لي بي بحيث بي يساوي صفر، وهذا غيكون هو إس لي إن بحيث إن يساوي 671. إذا إس بالنسبة للمتتالية هندس يعني أريتميتيك كنحسبو لاصوم ديالها أو التوتال نسميوه التوتال لاباس. بعد القاعدة إن زائد بي ناقص إن ناقص بي عفوا زائد واحد في أو لي بي يعني إس لي بي زائد إس لي إن على اثنان، يعني يساوي 671 ناقص صفر زائد واحد في ماذا؟ في إس لي صفر هو ناقص سبعة زائد إس لي 671 راه يعني حسبناه هو ناقص 2020 على اثنان، يعني يساوي 672 في ناقص 2027 على اثنان، يعني يساوي 672 في ناقص 1013.5. يعني و 672 في 1013 ناقص 1000 سيساوي ماذا؟ ناقص
681 ألف واثنان وسبعون فقط. إذا جيد، إذا سنلتقي للنشاط الموالي إن شاء الله.